صراحة هاي المبعوثة صراحة هي يعني تتعامل بصورة عامة، يعني حديث حول أيضا تعقيبا على أستاذ سيف، تتعامل دائما مبعوثة الأمم المتحدة، مبعوثة دولية، هي تتعامل مع الحكومة مع السلطات، ما تتعامل يعني بصورة، يعني تتعامل بصورة غير مباشرة مع الشعب والقضايا الأخرى والتظاهرات، يعني تعتبره يعني ضمن الفواعل، لكن يعني التعامل الاولي والاساسي والتعامل مع السلطات، لكنها ايضا حملت رساله وان كانت خجوله، هذه الرساله لكن ايضا بها فائده وتعكس عن الجانب السلبي اللي موجود عكسته الى الامم المتحده اللي هو جانب الفساد. الفساد اليوم اصبح واضح للقاصه والدانيه، الشعب كله اليوم يتحدث عن الفساد، دول يعني من حولنا تتحدث عن الفساد في العراق، وخصوصا الانتربول يلاحق الفاسدين الذين هربوا مثل المحافظ البصره وغيره من الفاسدين. اليوم الفساد طبعا يعني هي يعني ما اجابت في شيء جديد، انه هذا الفساد موجود بالدوله، نثر الدوله من جميل. يعني لم صراحه تأتي بشيء جديد، حتى لكن اسمح لي أستاذ المالكي، لم تأتي بشيء جديد، لكن ألا يعد هذا اعترافا أمام مثلا دول العالم بأن ليس هناك جدوى لعملية مكافحة الفساد وخطط الحكومة بهذا الملف، خاصة قبل يعني ربما أقل من شهر رئيس الحكومة تحدث أمام العالم أيضا عن خطط الحكومة لمكافحة الفساد وسماها بالجائحة مرة أخرى؟ تفضل. نعم، جائحة الفساد تضرب العراق من وخصوصا من بعد 2003 من تحول شكل النظام وتوزعت السلطات، يعني كثرت الأجهزة الرقابية وضاع من الرقيب الأساسي من الرقيب الثانوي. الفساد ينطر الدولة من يعني حتى رؤساء وزراء متهمين أيضا بالفساد، وإلى مرورا بالوزير، مرورا بالمدير العام والقسم، وحتى مسؤولين شعبه موجود. الفساد أصبح ظاهر وأصبح ثقافة موجود في مؤسسات الدولة للأسف أقولها. طيب، لكن إجراءات المكافحة هذه الجائحة مثل ما قالوا، إجراءات تكون يعني طفيفة أو شكلية أو يعني شاطب دين، يعني تكون طيب. يعني ما شهد محاسبة رؤوس الفساد الكبيرة أو قادة أحزاب سياسية متنفذة متورطة بالفساد أو شخصيات سياسية كبيرة بالمشهد السياسي متورطة. فأيضا ما عكسته بلاس خاطر مو في شيء جديد، لكن من الجيد أنه نذكر العالم أنه أكو منظومة فساد مرتبطة ببعض الدول أيضا. طيب، إحنا لازم نرد هاي الأموال. طيب.